الدورة الحمراء هذه أجت فكرتها وقت الكورونا، كنت في الصين فبتنقل بين المدن الصينية، فشفتها في مدينة كوانزو وسافرنا لها على مدينة شانتون وأحضرناها في مدينة شانتون، وقلنا بدنا نجرب تقريبا 3 كيلو بذور وزرعناهم الحمد لله ونجحت، وحاليا في كميات كبيرة جاية على السوق بإذن الله راح تنزرع وراح يكون الحصاد للجميع. آلية الزراعة تاعتها كانت كتير مميزة، ما بتحتاج نوع مخصص من التربة، بتتعامل مع جميع العوامل الجوية، ما بتحتاج أسمدة كتير، بتنزرع بالصيف وأيضا في الشتاء، وراح نجرب زراعة الصيف إن شاء الله بالقريب العاجل بإذن الله تعالى، واللون تبعها مختلف والطعم مختلف وإشي جديد نزل على البلد بل على مستوى الوطن كمان. الحبة جتنا تقريبا في شهر 2، في شهر في نص 2 وزرعناها والحمد لله كانت ممتازة جدا، طعمها في 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 السلق ممتازة جدا وطرية في الأكل، يعني للكل ممتازة. خططنا لها زي الذرة الصفراء، ما بنزرعها في الأول، بقينا عملنا لها خندق وسماد ومدينا لها شبكة الري وزرعناها. فيها فوائد كتير، أهمها الأهم من الفوائد إنها ما بتحتاج زي ما ذكرت قبل هيك، ما بتحتاج أسمدة كتير، زي ما أنت شايف ورقتها عريضة، الكوز تبعها كبير، وإحنا لسه بنصور فيها وهي مش مستوية، بدها كمان 15 يوم لما تكون جاهزة إن شاء الله.